وللحديث عن الذكرى العشرين لإقرار قانون تفويض الحرب على العراق وتداعياتها على العراق والمنطقة، معنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني. حياكم الله أستاذ كامل. أهلا بك، مرحبا. حياكم الله أستاذ كامل. يعني 20 عاما على إقرار قانون تفويض الحرب على العراق، لماذا تتصاعد اليوم الدعوات في الولايات المتحدة لإنهاء هذا القانون، وما هي الأضرار التي تركها على العراق والمنطقة أيضا؟ يعني الإجابة على لماذا يتم التصعيد لهذا الموضوع، هذا الموضوع لإنهاء التفويض كان قد طرق من قبل التقدميين في الكونغرس وعلى رأسهم بيرني ساندرز لما كان مرشح للرئاسة الأمريكية، وتعهد بأنه سيتولى إلغاء هذا التفويض اللي صادر بال 2002، لأنه هو الحقيقة هو الوحيد أو القلائل الذين لم يوقعوا يصوتوا لهذا القانون. وأثار هذا الموضوع مع بداية أعمال كونغرس عام 2021، وأعتقد الآن نضج لأن يمرروا بالحملة الانتخابية النصفية مثل ما مرروا بعض التشريعات المتعلقة بالمروانة والمسائل الأخرى حتى يعني يعززوا التصويت لهم الانتخابات القادمة. أما أضرارها كثيرة، مثل أضرار الاحتلال لأفغانستان والانسحاب وفضيحة الانسحاب التي أدت إلى كوارث عالمية. الآن روسيا تحارب أوكرانيا وخلقت حرب في قلب أوروبا بسبب فضيحة الانسحاب الأمريكي من أفغانستان. فتخيلوا الآن، لحد الآن الأضرار هي في العراق تتعلق بالدولة العراقية كشعب ومؤسسات، ولم تصل إلى كل الإقليم وكل الدول الشرق الأوسط. أيضا أستاذ كامل، يعني إلى أي مدى أثبتت الوقائع أن الأسباب التي بني عليها هذا القرار، قرار الغزو وهذا القانون، يعني غير صحيحة هذه الوقائع والأسباب، وجرى خوض الحرب لمعلومات مغلوطة؟ شوفوا، احنا نخلط بين قانون التفويض وقانون تحرير العراق. قانون تحرير العراق صدر بال 1998، اصدره كلينتون، والتفويض صدر بال 2002 اللي هو استنادا لقانون تحرير العراق، يعني فوض الرئيس الامريكي باستخدام القوه. الموضوع المعلومات المغلوطه هي واحده من الاسباب التي ادت الى التفويض لاستخدام القوه. المعلومات مرتبطه بسيره العراق بدأت من 1980، هم بينوا بقانون تحرير العراق بأنه العراق شن حرب ضد إيران وتجاوز على حقوق الإنسان على الشيعة والكرد وذبح بآلاف الكرد بعمليات القصف الكيميائي واحتلال الكويت وما تبعها من قرارات متعلقة بأسلحة الدمار الشامل. كل هذه المسائل فيما يتعلق بنقطة الأسلحة الدمار الشامل، يعني هذه مغلوطة و انها خطا. اما في القضايا الاخرى اللي هي منصوص عليها في قانون تحرير العراق فهي مستمره وباقيه. والحقيقه يعني قانون تحرير العراق المفروض احنا كعراقيين وكمعارضه نصر على بقائه، لانه الزم السلطات الامريكيه بان تغير النظام وتجد نظام ديمقراطي، ولحد الان لم يتحقق النظام الديمقراطي الذي يحافظ على حقوق العراقيين وعلى وحدة دولتهم. يعني لربما، نعم أستاذ كامل، يعني لربما يقول قائل أمريكا بالأساس لم تدخل يعني ازدهار العراق وجلب الديمقراطية له، وإنما دخلت إليه لأطماع محددة، وهذا ما أثبتته السنين اللاحقة من دمار العراق وأيضا دخول الميليشيات على الخط، ما رأيك؟ صح أنه الأمريكان عندهم أجندة عالمية وأجندة إقليمية وأجندة تتعلق بأمنهم الوطني، وهذا منصوص عليه بالقانون أنه الدخول العراق والتفويض كله مرتبط بالأمن القومي الأمريكي، وهذه الفوضى يتحملوها بدليل أنهم
لحد الآن يضحون في جنودهم وأموالهم وسمعتهم في سبيل بقاء العراق على قيد الحياة على هشاشة الحكومة على وضعها، وإلا سيكون يعني انسحابهم كارثي على العراق وعلى المنطقة، وربما يصل إلى الخليج والأردن وحتى إلى إسرائيل، وهم لا يحتاجون في هذه الظروف الملتبسة عالميا إلى مزيد من المشاكل في العراق خاصة مع أزمة الطاقة. نعم، إذن كنت ضيفنا عبر سكايب من واشنطن رئيس المركز الوطني للبحوث والدراسات الأستاذ كامل الحساني، شكرا جزيلا لك.